غريبه والله ماله بالعادي. شو ماله بالعادي يا عمي ابو الملوك؟ والله ابو الملوك وعم نصرص عم نحكي معك وانت قاعد عم تحكي، ما عم تخلي حدا يحكي بدون، عم اقول لك الزلمه غاطب وامه واخته قلقانين عليه، طالعين نازلين من المشرق لفوق لتحت على باب التليفونات نازلين فيه هدا، شفنا عفجانتي شفنا عفجانتي نانا لا من باب العزاء منروح بالله احمد اخذك تيقوت شو رايك بقى الضب عصوري. خلص 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 انا بدور لك عليه وبسالك عنه. ايه بس بدنا نعرف يعني انا ليش جاي عندك بركي بجيب لك تصريح. خلص تيسر انت تيسر التصريح شو قوم تيسر بتيسر ما نسمع انا بدور لك عليه بعدين قول شو بدك يا بس انت بدك تشوف لي خلص تيسر على شغلك. انا ضربوه من نطاق منك والله ضربوه انا قلت لك علي بس فاهم علي وبتكسر على شغلك انا بدور عليك. لك رايح انا ليش عم تعصب علي وانا صرفنا شيء مالي معصب شو جاي ناخذ من عندك نص ال 1500 طول بالك واذا اصابعك طالع مين قال لك انه انا معصب انه انا بخلقتي لعبه بخلقتك ليش جابوا لي اياها هذا بخشخش معلمي انا رايح ادور على ابشانتي.